طبعا شبكة مجد يقدمون هذا السهم في وقف الصدقة الجارية في المدينة، وطبعا كما عودونا جزاهم الله خير، طبعا باسم العم أمين رحمه الله. الله يرحمه. هذا سهم الأمين عبد الجواد. اي نعم، العم أمين يعني له فضائل كثيرة، وجزاه الله خير، وسأل الله أن يرفع درجته في عليين ونجمعنا به في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. فقدموا هذا السهم كإهداء للعم أمين، أسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يصل الثواب بإذن الله عز وجل. رحمه الله رحمة في وقف الصدقة الجارية في المدينة المنورة. هذا من شبكة المجد. الله خير. طبعا في ناس بتسألون طيب كيف حنا نستطيع أن نسوي إهداءات؟ صحيح. إهداء الأم الأب خصوصا أي خصوصا الهدية ترى لما تكون واحد عن شخص حي تكون أعظم وقع في النفس. أحسنت. أن يكون حي وشو ناس تهدي له، خصوصا في مثل هذه الأشياء التي تبقى في الآخرة. نعطيكم يا جماعة رقم، طبعا الرقم هذا طبعا تدخل على شو اسمه الموقع الجمعية في تطبيق الراجحي، وتروح لوقف جمعية البر بالمدينة المنورة، وتدخل على حسابهم وتتبرع وتساهم بالمبلغ الذي تستطيعه، ثم بعد ذلك ترسل الإيصال على الرقم الموجود على الشاشة، وكذلك يعني بعطيكم الرقم لمن أراد أن يهدي لأب ولا أم ولا صديق ولا أخ ولا واحد زعلان عليه ولا واحد. أي والله بتكون أعظم هدية. قلنا الطريقة الأمر الأول تتبرع وتساهم، ثم تصور الإيصال وترسل على هذا الرقم، وترسل اسمك إن أحببت واسم الشخص المهدى إليه. نعم. مثلا هذا سهم في جمعية للحبيب الغالي، وترسل اسمه. نعم. لهذا الرقم، الرقم 059 ايه 55 ايه 10 ايه 391، والرقم موجود على الشاشة. طبعا هذا الرقم يردون على تساؤلاتكم سواء عن طريق الواتساب او عن طريق الاتصال. بشرى لطيبة من نبي تحيا وتأفى، ولمن تصدق او عساه في المدينة اوقفا.